بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي، في اللقاء السابق تحدثنا عن تكوين السلسلة الهيدروكربونية المشبعة وغير المشبعة، وكيفية ترابط ذرات الكربون فيما بينها لتكون سلسلة هيدروكربونية مفتوحة. عايزين نستفيد من اللي شفناها المرة الماضية في بناء حلقة هيدروكربونية مشبعة وغير مشبعة. يعني السلسلة الهيدروكربونية المفتوحة اللي احنا شفناها المرة الماضية عايزين ناخدها ونستخدمها في عمل حلقة هيدروكربونية مشبعة وغير مشبعة. فلو بدأنا بحلقة هيدروكربونية مشبعة بتحتوي على ثلاث ذرات كربون وكيفية الحصول عليها، إذا لابد أن أبدأ بمركب يحتوي على ثلاث ذرات كربون، ويكون المركب ده أيضا مشبع. وإحنا عرفنا يعني إيه مصطلح كلمة مشبع ومعنى كلمة غير مشبع. مشبع اللي هو يحمل العدد الأقصى من ذرات الهيدروجين، وأنا عندي الآن مركب عضوي يحتوي على ثلاث ذرات كربون، وحول كل ذرة كربون ترابط أحادي مع ذرات هيدروجين. الصيغة العامة أو الجزيئية لهذا المركب، أو بمعنى أدق، عدد ذرات الكربون في هذا المركب 3 وعدد ذرات الهيدروجين 8. تعالى لو افترضنا أننا هثني هذه السلسلة بهذا الشكل. احنا لا نثني السلسلة حقيقة يعني، ولكن أنا بتخيل أن السلسلة تنيناها كده. السلسلة أصلا بتبقى موجودة في صورة الطاقة الأقل بحيث أنها تعطي المركب أكثر استقرار، وكون وجود السلاسل الهيدروكربونية فيها ذرات كربون تترابط عن طريق رابطة أحادية سيجما، فعندها الحرية حول لأنها تدور حول هذه الرابطة الأحادية، وبالتالي فهي تتشكل بحسب طول السلسلة، ممكن تبقى في شكل مثني وممكن تبقى في شكل مستقيم على حسب عدد ذرات الكربون. عفوا. فهفترض الآن أن ذرة هذه السلسلة أثنيت بهذا الشكل، وفي ذرتين هيدروجين قريبين من بعضهم. افترض أننا هاخد الذرتين هيدروجين دول وأخرجهم من المركب، يعني ناخد الذرتين دول ويخرجوا من المركب على هيئة جزيء هيدروجين، لأن جزيء الهيدروجين يتكون زي ما اتفقنا زمان أنه يتكون من ذرتين هيدروجين. ماذا يحدث؟ خروج الذرتين الهيدروجين بيجعل ذرتي الكربون يتربطوا أو تحل محل ذرتي الهيدروجين رابطة أحادية من النوع سيجما بهذا الشكل، ويعطي الشكل المثلث في حالة الذرات الكربون الثلاثة. يبقى إذن يا جماعة، علشان أكون سلسلة من سلسلة من أكون حلقة من سلسلة هيدروكربونية مفتوحة، أنا بفقد جزيء هيدروجين من ذرتي هيدروجين على طرفي السلسلة وليس من وسط السلسلة. يبقى من طرف السلسلة الهيدروكربونية المفتوحة بيفقد جزيء هيدروجين ويحل محل رابطة بين ذرتي الكربون كما رأينا الآن، وتكون هذا الشكل الحلقي. لو تأكدنا كده وفحصنا المركبات، المركب الناتج اللي هو الشكل الحلقي هذا الشكل المثلث، والمركب اللي كان على هيئة سلسلة مفتوحة، تجد أن المركب ذات السلسلة المفتوحة في 3 ذرات كربون و 8 ذرات هيدروجين، لكن في هذا المركب تجد أن 3 ذرات كربون و 6 ذرات هيدروجين، يعني نقص ذرتين هيدروجين. فالقرب من تحول المركب
من مشبع إلى غير مشبع عشان يحصل يعني يحتوي على رابطة مزدوجة كان بيفقد أيضا جزيئة. إذن تكون الحلقة بتفقد عشان أحصل على حلقة السلسلة الهيدروكربونية المفتوحة بتفقد جزيئة هيدروجين، ولكي أحصل على مركب مشبع مش غير مشبع من مركب مشبع أيضا بفقد جزيئة هيدروجين. إذن هذا المركب C3H6 في الشكل التخطيطي بهذا الشكل أنا ممكن ألم الدنيا زي ما اتفقنا وأعمل لي الصيغة المختصرة اللي هي تديني هذا الشكل اللي هي عندي دلوقتي على كل ذرة كربون ذرتين هيدروجين، كل ذرة كربون في ركن المثلث في ذرتين هيدروجين اللي هما موجودين في الشكل التخطيطي. طب ما تيجي ناخد الأبسط ده بالعكس ده في أبسط منه، إن أنا هحول هذا الشكل إلى مثلث فقط بالشكل ده. ده معناه عند الكيميائيين واتفقوا في العلماء قديما اتفقوا على إنه يبقى كل ركن من أركان المثلث أو كل ركن من أركان الشكل الحلقي وليس شرطا أن يكون مثلث ذرة كربون ويرتبط بها ذرة الهيدروجين. يبقى إذن إحنا ببساطة شديدة جدا بدل ما نكتب الشكل التخطيطي الهيكلي المتفرع ده وعمل روابط ودنيا عنده كتير، ده إحنا هنعمل شكل مثلث أعرف إن عندي مركب حلقي فيه 3 ذرات كربون و6 ذرات هيدروجين. إذن لو إحنا شفنا مركب آخر هنا بقى عايز اعمل حلقة هيدروكربونية غير مشبعة من 3 ذرات كربون. احنا في الـ في الـ في الـ في السلايد السابقة الشريحة السابقة كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول هعمل حلقة هيدروكربونية من مركب او سلسلة هيدروكربونية مفتوحة مشبعة، لكن هذه غير مشبعة. طب ايه الفرق بين ده من المركب ده والمركب اللي بدأنا بيه عشان أكون حلقة هيدروكربونية مشبعة؟ كان الفرق بين الاثنين ذرتين هيدروجين. أهو خذ بقى C3H6 هناك كان C3H8 اللي هو كان يا جماعة بدل الرابطة المزدوجة كانوا موجودين ذرتين هيدروجين، واحنا رقمناهم لسبب علشان اشوف الحلقه الرابطه المزدوجه دي هتبقى فين في الحلقه. خلي بالك يعني اذا لو انا خدت ذرتي هيدروجين من طرفي السلسله الهيدروكربونيه غير المشبعه اللي قدامي ماذا يحدث؟ ده كمان بوريني بيقول لي طب ما عندك اهو يا عم ابسط الشكل الابسط اللي هو الشكل الصيغة المختصرة، عندنا صيغة مختصرة ببساطة شديدة جدا بدل ما اعمل الدوشة اللي هناك دي. طب ما تيجي ناخد الصيغة المختصرة هي نفسها. طيب لو الصيغة دي او دي ما هما الاثنين واحد، فقدوا جزيء هيدروجين من طرفي السلسلة من CH3 والCH2 او من CH3 هذه والCH2. خلي بالك بقى الرابطة المزدوجة هنا في بين كربون 1 وكربون 2. الرابطة الجديدة هتتكون بين كربون كام وكربون كام؟ بين كربون 1 وكربون 3. صح؟ لأن هفقد جزيء هيدروجين ذرة هيدروجين من كربون 3 وذرة هيدروجين من كربون 1. يبقى إذا الرابطة هتتكون بين 1 و 3. يبقى إذا هفقد جزيء هيدروجين هذه الرابطة يا جماعة. الرابطة الأصلية اللي هي الرابطة المزدوجة اللي كانت موجودة في المركب أو الهيدروكربوني مفتوح السلسلة كانت بين كربون 1 وكربون 2. الرابطة الجديدة تكونت بين كربون 1 وكربون 3 بين 1 و 3 وبيشاورني بيقول هي دي الرابطة الجديدة، والمركب ده مركب مفتوح السلسلة يحتوي على رابطة مزدوجة، والمركب ده مركب حلقي يحتوي على رابطة مزدوجة. طب المركب الحلقي اللي بيحتوي على رابطه مزدوجه
في فرق بينه وبين المركب الحلقي مفتوح السلسله طبعا. ده حاجة يا جماعة، ده شكل حلقي وبيبقى أكثر نشاط بكتير جدا من الشكل الايه مفتوح الحلقة. احنا مش بنتكلم عن نشاط التنين الآن، ولكن هذا المركب ينقص ذرتين هيدروجين عن السلسلة الهيدرو الكربونية المفتوحة. طب لو شفنا مركب بقى فيه 4 ذرات كربون و8 ذرات هيدروجين، بقى هنا بقى عايز ابني حلقة هيدروكربونية مشبعة بتحتوي على 4 ذرات كربون زيها زي ابو 3 ذرات كربون يا جماعة. طب هتعمل ايه يا محمود؟ بتاخد ذرة هيدروجين من الكربون الطرفية وذرة هيدروجين من الكربون الطرفية الأخرى. طب ما تيجي نحولهم إلى الصيغة الأبسط، الصيغة اللي هي البسيطة، تبقى CH3 CH2 CH2 CH3، صح؟ على اي حال تصور بقى ان الحلقه السلسله الكربونيه دي انتنت، اخذت هذا الشكل، افقد جزيئ هيدروجين يا جماعه من بين الكربون دي والكربون دي، يبقى هتتكون رابطه هنا بين الكربونتين دول، يعطي ايه بقى الشكل الحلقي ده اللي هو C4H8. كان المفتوح C4H10، لكن بقى المقفول نقص كام ذره هيدروجين؟ 2، يعني جزيء هيدروجين. طب ايه الدوشه كلها دي؟ ايه الصيغه اللي يعني اللي هتاخد مني وقت في كتابتها؟ طب ما تيجي نبسطها. بسطناها اهي. طب ما تيجي نبسطها اكتر. فاكرين المثلث؟ هو ده. في كل ركن من اركان المربع الان CH2. برضه C4H8 اللي هي نفس دي. يا جماعه يعني ارجو ان احنا ان شاء الله في ما ندخل في المنهج، احنا ما زلنا طبعا نتكلم في المقدمه، ولكن احنا ان شاء الله في المنهج يعني نرجو ان احنا ما نتعرضش كتير للصيغه الهيكليه اللي بتاخد وقت كتير في الكتاب. طيب تعالوا بقى نشوف حلقه هيدروكربونيه مشبعه بتحتوي على 5 ذرات كربون. هذا حلقه، هذا مركب سلسلة هيدروكربونية مفتوحة فيها 5 ذرات كربون، يعني فيها 12 ذرة هيدروجين. طيب نعمل ايه؟ نتنيها كده زي ما شفنا قبل كده، وخد جزيئين، وخد ذرتين هيدروجين من الذرتين اللي فوق، يعني جزيء هيدروجين جزيء، يعمل ايه؟ يعمل الحلقة، الحلقة الخماسية بالشكل التخطيطي ده. هنقدر نبسطه بقى C5H10. طب ما تيجي نبسطه، طب ما تيجي نبسطه اكتر. متفقين؟ يعني احنا بنكرر الامثله علشان ان شاء الله الناس تستوعب الموضوع. يبقى اذا لو انا حبيت بقى اعمل حلقه هيدروكربونيه غير مشبعه من 4 ذرات كربون، انا هبدا بالايه؟ بالشكل البسيط، بالصيغه المختصره. خلاص بقى انسى بقى الصيغه التخطيطيه شويه، علشان بقى نتعود على الصيغه المختصره. هي دي الصيغة المختصرة لمركب هيدروكربوني غير مشبع بـ4 ذرات كربون C4H8. طب نقدر ناخد ذرتين هيدروجين من كربون طرفيتين؟ ايوه. هتكون ايه؟ حلقة. شوف بقى، شوف يا جماعة الرابطة المزدوجة اللي كانت في المركب بين 1 و2، بين 1 و2، بين كربون 1 وكربون 2. طب الرابطة الجديدة اللي اتكونت، اتكونت بين كربون 4 وكربون 1، هذا كربون 4 وهذا كربون 1. خلي بالك كربون 1 اللي كان عليها الرابطة المزدوجة، صح؟ ده مركب مفتوح السلسلة يحتوي على رابطة مزدوجة، ده مركب حلقي يحتوي على رابطة مزدوجة. طب لو حلقة هيدروكربونية غير مشبعة بتحتوي على 5 ذرات كربون، نفس الكلام يا أستاذ؟ لا. هل ممكن، طيب ارجع تاني كده، خلينا اخلي ده قدام مننا، ممكن المركب ده اللي هو فيه 4 ذرات كربون يحتوي على رابطتين مزدوجتين؟ ممكن رابطه مزدوجه بين كربون 1 و2، وممكن رابطه مزدوجه بين كربون 3 و4. خلي بالك تكون الروابط متبادله. يعني ايه متبادله يا جماعه؟ يعني بيبدلوا مع الرابطه السيجما الوحاديه، يعني رابطه مزدوجه ورابطة أحادية، ولو هنا يبقى رابطة مزدوجة. تعال نطبقها هنا اهي،
في الحلقة في السلسلة الهيدروكربونية المفتوحة اللي فيها 5 ذرات كربون وفيها رابطتين مزدوجتين، رابطة مزدوجة من كربون 1 و 2 وبعدين سنجل بوند، عفوا رابطة وحدية وبعدين رابطة مزدوجة من كربون 3 و 4. ممكن الرابطة دي تبقى من كربون 4 و 5 حسب المركب، حسب نوع المركب، بس هنا بقى مش هيبقى في تبادل في الرابطة المزدوجة. أقول تاني يا إسماعيل؟ حاضر. بين كربون 1 وكربون 2 في رابطة مزدوجة، هنسيبها وتبقى رابطة سيجما أحادية بين 2 و 3، وبعدين رابطة مزدوجة بين 3 و 4. ده بنسميهم روابط متبادلة. روابط مزدوجة متبادلة. يعني في رابطة مزدوجة وبعدين رابطة أحادية وبعدين رابطة مزدوجة ورابطة أحادية وهكذا. لكن لو كانت الرابطة المزدوجة اللي بين كربون 3 وكربون 4 اتنقلت بقت بين 4 و5، يبقى هتبقى اللي بين 2 و 3 هتبقى سنجل، وبين 4 وبين 3 و 4 سنجل واحدة رابطة أحادية، وبين 4 و 5 هتبقى دبل، تبقى مزدوج، يبقى غير متبادل. على اي حال احنا خلينا في المركب اللي قدام مننا. طب هتكون حلقه ازاي؟ خلي بالك الحلقه من مركب هيدروكربوني مفتوح السلسله لا يتكون منه الحلقه الا من ذرات الهيدروجين الطرفيه مع بعض الامور الاخرى الاستثنائيه. طيب تعالوا ناخد ذرتين هيدروجين من الكربونتين الطرفيتين. انا ما عملتش الدايره علشان اقول لك يعني مش كل مره اعمل لك دايره بقى عشان تاخد بالك. هنا هناخد ذره هيدروجين من كربون 1 وذره هيدروجين من كربون 5، يبقى ده المركب ده C5H2. طيب اهو هو ده النتج. فين الرابطه المزدوجه بين كام وكام؟ بين 1 و 2 بين 3 و 4 طب امال الرابطه الجديده اتكونت بين كربون 5 و 1 بين 1 و 5 اهي، هذه الرابطه الجديده. ما حبيتش نعمل السهم، انا خلاص عملته مره، يعني ارجو ان احنا يعني مش كل مره نقول ايه هنا 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 هنا، لا خلاص يعني احنا اتعلمنا. يبقى اذا المركب ده C5H6 كان اللي قبله C5H8، يبقى المركب ده مفتوح السلسله بيحتوي على 2 رابطه مزدوجه، وهذا مركب حلقي يحتوي على 2 رابطه مزدوجه. طيب تعالوا نشوف حاجه ثانيه. حلقه هيدروكربونيه مشبعه تحتوي على 6 ذرات كربون. خلاص ما احنا عرفنا يا استاذ احنا يعني ما بلاش بقى المثال ده، لا ده انا عايز ااكد عليك علشان تفهم. خلاص اهو اشتغل هيكليه وبعدين نرجع نعمل سلسله نثنيها وبعدين ناخد جزيء هيدروجين يكون حلقه بشكل هيكلي وبعدين نصغر الحلقه، قصدي يعني نعمل الصيغه المختصره بهذا الشكل، في كل ركن من اركان الحلقه ذره كربون وذرتين هيدروجين ونصغرهم نعمل حلقه ثلاثيه. انا تعمدت اجيب المثال ده تاني لان انا مش يعني مش يعني مش لازم نكرر كتير، بس انا تعمدت ده لانه هيقودنا الى شيء مهم جدا. ازاي بقى؟ باكد عليه ان بعد ما عملت الحلقه واخدت الصيغه المختصره ان في كل ركن من اركان الحلقه ذره كربون ومعها ذرتين هيدروجين، صغرناها اكتر وخدناها حلقه مبسطه اكتر بان عملناها حلقه كده منتظمه، حلقه سداسيه منتظمه. يعني ايه منتظم؟ يعني ذرات الكربون الروابط بينها متساويه، يعني الكربون دي بينها وبين الكربون الثانية نفس طول الرابطة اللي بين الكربون الثانية والثالثة وهكذا، يبقى شكل سداسي منتظم. ده الشكل السداسي الحلقي اللي تكون من مركب حلقي هيدروكربون، عفوا مركب هيدروكربوني ب6 ذرات كربون مفتوح الحلقة. دي نقطة مهمة في هذا المركب بالذات. ليه؟ طبعا هيبقى C6H12. هنا بقى هيقودني لهذه المركبات. ده في مركب افضل من كده كمان هنشوفه بعد شويه. لو شفنا المركب اللي على اليمين ده يا جماعه ورقمناه كربون 1 2 3 4 5 6،
نفس الكلام 1 2 3 4 5 6 المركب ده في 6 ذرات كربون و 8 ذرات هيدروجين. المركب ده في 6 ذرات كربون و 10 ذرات هيدروجين. ماشي يا شباب؟ بس المركب ده فيه رابطتين مزدوجتين متبادلتين، اما ده فيه رابطة مزدوجة واحدة. هل هناك فرق؟ طبعا في فرق، ده مركب وده مركب، تمام كده. طب جم ازاي؟ جم ازاي يا مايك؟ برافو، شفت؟ بقول المركب اللي هو على الشمال ده اللي فيه رابطة مزدوجة بين كربون واحد واثنين، هو اصلا جاي من مركب هيدروكربوني مفتوح السلسلة في رابطة مزدوجة بين الكربون 1 وكربون 2، والرابطة اتكونت الجديدة بين كربون 1 و 6. طب ما شاء الله انت فهمتها كويس جدا. طب تعالوا نشوفها كده. اهو ده هو المركب ده، الكربون الرابطة المزدوجة بين كربون 1 و 2 اللي هي بين كربون 1 و 2، وكربون 6 الطرفية هنا، كربون 1 الطرفية في الناحية الثانية. لو خدت منها ذرة هيدروجين من كربون 1 وكربون 6 خدت منها ذرة هيدروجين، يكون الحلقة دي والرابطة الجديدة اللي هي بين كربون 1 و 6. تمام، ما شاء الله عليك. طيب المركب ده بقى محمود، بين كربون 1 و 2 رابطة مزدوجة، بين كربون 3 و 4 رابطة مزدوجة، والرابطة الجديدة هتبقى أيضا بين كربون 1 و 6. هو المركب اهو. طبعا هنكتب هنا مفتوح السلسلة حلقي حلقي يحتوي على رابطة مزدوجة. هو ده هو المركب، بين كربون 1 و 2 رابطة مزدوجة، وبين كربون 3 و 4 رابطة مزدوجة، وهاخد ذرة هيدروجين من كربون 6 مع ذرة هيدروجين من كربون 1 عشان أعمل الحلقة اللي هي الحلقة الثلاثية. تمام كده، احنا بقينا تمام التمام. ده مركب مفتوح السلسلة يحتوي على 2 رابطة مزدوجة، ده مركب حلقي يحتوي على 2 رابطة مزدوجة. صح يا عمنا؟ ضيف تعالى. طب انا هقول لكم بقى سؤال، واللي هيجاوبه هيبقى ولد ما شاء الله عليه او بنت شنبار. هقول السؤال على استعداد، هذا هو السؤال. ايه ده يا عم، احنا مش متعودين على الكلام ده. ايه يا عم، مش احنا قلنا ممكن يكون مركب هيدروكربوني مفتوح السلسله في روابط زوجيه او روابط مزدوجه متبادله؟ طب ما تيجي يا اخي تعد زي ما احنا كنا بنعد فوق 1 2 3 4 5 6، بين 1 و 2 رابطه مزدوجه، وبين 3 و 4 رابطه مزدوجه، وبين 5 و 6 رابطه مزدوجه، هتكون هنا حلقه. طبعا خد ذرة هيدروجين من كربون 6، ذرة هيدروجين من كربون 1، واعمل حلقة. والحلقة دي ما هنتكلم عليها المرة الجاية، بس قبل ما أسيبكم تعالوا نشوف حاجة مهمة جدا، احنا شفناها في اللقاء السابق وشفناها في هذا اللقاء. طب ما تيجي نشوفها كده، اللي هي ايه؟ بقول الهيدروكربونات يا جماعة، مركبات الهيدروكربونات اتفقنا انها مركبات تحتوي على كربون وهيدروجين فقط. طب ما احنا شفنا منها هيدروكربونات مفتوحة السلسلة، صح؟ وشفنا منها هيدروكربونات حلقية، صح؟ في هيدروكربونات مفتوحة السلسلة وفي هيدروكربونات حلقية. بس عشان نجمعها، احنا هنشوف الكلام ده بعدين، بس يعني انا بجمعه لك يعني خطوة بخطوة علشان تبقى تطلع السلم، ما تطلعش السلم قفش. قصدي يعني ايه؟ كده خد 3-4 درجات مع بعض، لا هتقع. لكن لما خدهم درجة درجة هنتعلم كويس. يبقى الهيدرو كربونات مفتوحة السلسلة وحلقية. طب مفتوحة السلسلة دي يا أستاذ احنا شفنا منها نوعين، ايه هما النوعين يا محمود اللي شفناه؟ مشبعة وغير مشبعة. برافو عليك يا ابن الله، مشبعة وغير مشبعة. طب المشبعة زي ايه؟ زي المركبات دي اللي هي لا يمكن اضافة ذرات هيدروجين تاني او ذرات غير الهيدروجين، لا تقبل اضافة مرة تانية من اي نوع من الذرات. طب غير المشبعة تقبل، بقى ضيف عليها زي ما انت عايز. بس المغير مشبعة نوعين يا محمود،
تحتوي على نوع يحتوي على رابطة مزدوجة ونوع يحتوي على رابطة ثلاثية. النوع اللي يحتوي على رابطة مزدوجة يحتاج ممكن أضيف عليه ذرتين سواء هيدروجين أو غير هيدروجين. هذه أمثلة عليه. واللي بيحتوي على ثلاث رابط زوجي ثلاث رابطة ثلاثية ممكن أضيف عليه أربع ذرات. يعني أربع ذرات هيدروجين، أربع ذرات كلوري، أربع ذرات أيا كان. صح كده؟ يعني خلينا في الهيدروجين دلوقتي. يبقى إذا يا جماعة الهيدروكربونات قلنا جزء منها مفتوح السلسلة ونوع آخر حلقة. المفتوح السلسلة منه مشبع وغير مشبع. المشبع اللي احنا شفناه ده اللي بيقول عليه لا يمكن أن يقبل أي عدد من ذرات هيدروجين تاني. غير المشبع ممكن يقبل عامة إن جنرال، يمكن يقبل إضافة ذرات هيدروجين، بس منه نوع يحتوي على رابطة مزدوجة ومنه نوع آخر يحتوي على رابطة ثلاثية. طب أمال إيه المركبات الحلقية الهيدروكربونية بقى؟ برضه مشبعة وغير مشبعة. ما احنا لسه قايلين النهاردة. مش احنا قلنا في حلقة هيدروكربونية مشبعة وشفناها زي كده؟ صح يا أحمد؟ شفنا هذه وقلنا في حلقة هيدروكربونية غير مشبعة بالشكل ده فيها رابطة مزدوجة أو رابطتين مزدوجتين، فاكرين؟ صح يا شباب؟ الحمد لله. أشوفكم المرة الجاية على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.